هذه مبادرة لتخليد اليوم العالمي لمحاربة سرطان الطفل. تنعرفوا بأن الأطفال هما عماد المجتمع وهما رجال المستقبل، وتنعرفوا بأن هاد السرطانات هذه خص يكون فيها واحد تشخيص مبكر، خص يكون فيها واحد العلاج مبكر. بطبيعة الحال بلادنا قطعت أشواط مهمة في العلاج ديال هاد السرطانات في هاد العشر سنوات الأخيرة، داروا بزاف ديال المجهودات، منهم خلق المصالح اللي تتكفل بهاد الأطفال، ومنهم توفير العلاج والتشخيص المبكر. ولكن اليوم هذه نقطة ومرحلة باش نزيدوا نسلطوا الضوء على هاد الأمراض، ونحاولوا أننا نزيدوا نجودوا من الخدمات الصحية اللي تتدار في هاد الأمراض هذه، باش نزيدوا نقصوا من هذاك المدة ديال التشخيص، ونزيدوا نتعاملوا مع هاد السرطانات هذه بحيث أن تكون عندنا واحد النتيجة ديال العلاج اللي تكون كبيرة ومهمة بزاف. اللي تتشوفوا بطبيعة الحال أنها مبادرة عاوتاني لإدخال الفرحة على هاد الوليدات. عندنا جوج ديال الأقسام في المركز الاستشفائي الجامعي اللي تيتكلفوا بهاد السرطانات، القسم اللي تنتواجدوا فيه في مستشفى 20 غشت، وكاين مصلحة أخرى اللي كاينة في مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي. وهاد الوليدات تنعرفوا بأن السرطانات تتأثر على النفسية ديال الناس الكبار، لأن العلاج تيكون طويل وتيكون فيه واحد العناء بالنسبة للمرضى، لأن خصهم يصبروا المدة ديال العلاج، والعلاجات كلها تطلب منهم بزاف ديال الصبر. هذا الشيء بالنسبة للبالغين، ما بالك بالإطفال. إذن هذه مبادرة باش تدخل الفرحة على الوليدات، باش يفرحوا باش ينسوا المرض، وبطبيعة الحال باش نقولوا لهم بأن احنا معاهم، وباش نشجعوهم، وباش يكون إن شاء الله العلاج يوصل أحسن نتيجة عندهم. الأنواع مختلفة، ولكن الأولى اللي كاينة هي السرطانات ديال الدم عند الأطفال، لي لوسيمي ايغو لانفوبلاستيك، هما اللي تيحتلوا المرتبه الاولى في هاد السرطانات ديال الطفل في المغرب، ويمكن حتى في كل البلدان ديال العالم. وكاينين هاد السرطانات مختلفه، ولكن كاين شي وحدين اللي تلقاهم بواحد الكثره، وهما اللي تنشوفوهم بزاف عند الاطفال اللي تيجيو للمراكز ديال العلاج. كنا قبل كانوا عندنا الناس اللي عندهم التغطيه الصحيه، وكانوا الناس اللي عندهم الرماد، اللي عندهم نظام المساعده الطبيه. دابا من الاول ديال شهر 12، من الاول ديال ديسمبر، كاع الناس اللي كانوا عندهم الرماد دازوا للسي ان اس اس تضامن، لانه ولات عندهم لامو تضامن. اذا بطبيعه الحال تيبقاو عندهم دائما الامكانيه ديال العلاج كامل متوفر، وراه الاشاره ديالهم في المراكز الاستشفائيه. حنا كنديروا هاد لي زاكسيون سوسيال طول العام، وهاد لاكسيون سوسيال اللي درنا هاد النهار هادي تطوعا منا حنا، بغينا ننسجموا في هاد لا جورني انترناسيونال ديال لي زانفون لو سيميك. ان شاء الله حنا جبنا لهم دي كلون، دي ماسكوت، جبنا لهم دي بلاطو روبا، جبنا لهم دي فيتمون اي دي بيجاما اي دي جوي بيان سور. هذا العام الثاني قمنا بهذا ليفينمون في 2019، ومني جا الكوفيد ما قدرناش نعملو، وعاوتاني قمنا به هذا العام في 2023، وغنقوموا به كل عام ان شاء الله الى اقتدى الحال.